السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة هنتكلم عن الافتكاسة المصرية في الحمام اللحم الصلفر. الموضوع ما فيه إن أنا شفت فيديو لأحد القنوات المشهورة في الحمام اللحم، هو أخ فاضل من المشاهير في الحمام اللحم، هو بيقول رأيه يعني ورأيه يحترم على رأسنا، إن أنت بدل ما تشتري قص حمام لحم صلفر زي كده فرنساوي، ايوه فرنساوي، باكد على كده، فرنساوي جاي من فرنسا، انت بدل ما تدفع فيه 600 او ما تدفع فيه 800 او ايا كان، رايه ان انت تجيب حمامتين زي دول ذكر لحم ابيض ونتايه زاج السلفر بالشكل ده وتجوزهم لبعض. حتى هو قال نتايه زاج السلفر سفيفه، ما اعرفش ليه سفيفه، يعني صغيره، يعني لو هي كبيره ما اعرفش ايه الفرق. يعني اولا عشان محدش يفتكر اني عندي حمام لحم سلفر للبيع، انا ما عنديش حمام لحم سلفر للبيع، عشان اللي يشوف الفيديو ما يسالنيش عايز قص او قصين، ما فيش، تمام، او يفتكر ان انا بعمل دعايه يعني، بس انا حبيت اعرف الناس ان ما فيش الافتكاسه دي. هو جوز دول فطلعهم زغاليل، حتى زغاليل اللي طلعت مفصص مش بالشكل بتاع السلفر اللي احنا عارفينه، يعني ان ده الشكل مدي على احمر كده، ده اللحم السلفر اللي هو جاي من فرنسا من الشركة الفرنسية، وزي ما بأكد عليك تاني اني مش للبيع. الفكرة انت تجوز نتاء سلفر لذكر لحم ابيض هيطلع لك زغلة سلفر. الفكرة دي منتشرة في مصر بطريقة لدرجة ان الناس مش مصدقة ان في حمام لحم سلفر الشركة الفرنسية عملته. ناس كتير قوي 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 يقول لك ان مفيش حاجة اسمها لحم سلفر، يعني ان لحم ابيض وبس. لا يا جماعة، في لحم ابيض وفي لحم فرنسي سلفر وفي ملون كمان ابيض في احمر وفي احمر وفي الوان كتيرة قوي. الشركة الفرنسية كل سنة زي ما تكون بتطلع موديلات جديدة، لكن احنا يعني ايه ما دخلش عندنا يمكن، لكن اخواننا طبعا في الخليج اللي هما بيدخلهم كل سنة الموديلات الجديدة، نقول لك الموديلات الجديدة من الحمام اللحم. لو فكرت تشتري من الحمام اللي هو من فرنسا مباشرة قص زي ده او هتجيبه من الكويت هيتكلف عليك حوالي 18,000 جنيه، ممكن اكتر ممكن اقل يعني، لكن اللي هو بالختم الشركة الفرنسية اللي هو بختم الشركة نفسها، تمام، لكن ده من انتاج اولاد الشركة الفرنسية، من انتاج اولادهم او احفادهم، يعني مش هتفرق معايا، لكنه مش من بعيد. اللي بيفرق معايا ان هو ما يكونش انتاج بعيد. خلاص يبقى عدينا المرحلة دي، ان في جماعة فعلا لحم سلفر، مش كل السلفر اللي في مصر مهجن في مصر، ده انا بسميها حمامة لحم سلفر مصرية، ما اقولش عليها حمامة لحم سلفر فرنسا اللي هو الناتج من دول. وهقول لك برضو ايه الفرق وهتعرفه من ايه وهيعمل معك ايه لما انت تشغله. لو انت هتذبح منه مفيش مشكلة، لو انت هتجيبه تذبح منه فمفيش مشكلة فيه، لكن لو انت هتبيع منه في مشكلة. لان يا جماعة لو هي الحكاية كده بالسهولة دي، اما كل واحد يجوز نتاية سلفر زاجل على ذكر لحم والموضوع يتحل، ما كانش حد غلب، ما كنا هندفع حد يدفع 18,000 عشان يجيب جوز بالخيط ويدفع 600 جنيه او 800 جنيه عشان يجيب من احفادهم، ما كانش حد ايه اكلف نفسه حاجة. يعني الدكورة اللحم الابيض ما فيش اكتر منها عند الناس، والنتاية الزاجل طبعا سهلة جدا ان انت تجيبها، ما فيش ايه فيها اي مشكلة. لكن في فرق هقول لك على الفروقات دلوقتي كلها. الشركة انتجت ابيض وسلفر واحمر وحتى الوان ابيض في اسود وابيض في احمر، تمام، وعالم الشركه هتنتج ايه الوان ايه بعد كده. طبعا احنا لسه بنتابع الشركه، كل سنه بتنزل الوان جديده، فما بيهمهمش حكايه اللون قد ما بيهمهم المواصفات التانيه، يعني زي ما احنا مثلا كده بنهتم بان ما يكونش في رجلها زفاره ريش، لا هم ما بتفرقش معاهم الحته دي قوي قد ما بيهمهم حجم الزغاليل، يهمه ان هو يكون سرعه في الانتاج ويكون حجم زغليله كويسه، ده اللي يهم الشركه الفرنسيه نفسها. طيب انت لما انت جوزت دول وطلعوا عندك زغليل لونهم سلفر مثلا، هل هم كده خلاص بقوا لحم سلفر؟ لا والله، والله ده الشركه الفرنسيه دي او اي شركه بتهجن حاجه بتفضل تشتغل على الموضوع ده يا جماعه سنين عشان تثبت التهجينه بتاعتها ويديك برضو في نفس الوقت لحم سلفر على طول، يعني يفضل يعطيك على طول. لكن اللي انت طلعته ده هيطلع لك مره ابيض، هيطلع لك مره زاجل، هيطلع لك مره لحم، هيخرب في الانتاج، ده اللي انت هتاخده منه، فحرام ان انت تبيع منه على انه هو لحم سلفر. يعني شركه فيها علماء بتهجن، علماء يا جماعه لازم تفهم ان هي حته علماء، مهما نكون احنا مربيين احنا عارفين ان احنا هنطلع اللون ده من الالوان دي، هيطلع معانا مره ومره ما يطلعش، ومره نجوزه وناخده من هنا نجوزه هنا، ناس كتير تعرف الحكايه دي. لكن
علماء في الجينات الوراثية اللي هي تفهم وتعرف وتدرس وتحلل. الموضوع كبير مش بالسهولة اللي احنا بنعملها احنا على ايدينا. انت عايز تعمل كده لنفسك انت حر، لكن ما تبيعش من الحمامة دي، او لو هتبيع من انتاجهم قول لي اللي انت بتبيعله ان ده حمام لحم مصري سيلفر مصري، ما تقولش ان هو فرنسي، لان هو خلاص كده ما بقاش فرنسي، انت هجنته على زاجل فما بقاش لحم فرنسي خلاص. انت كده عايزك تقول ان هو لحم سيلفر مصري، لانه طبعا هيطلع بعد كده حمام خليط، مش هيطلع سلالة صافية او اللي تقدر تقول عليها لحم البيور اللي دايما الناس كلها بتسأل عندك لحم بيور عندك لحم بيور. كلمة بيور دي يا جماعة هقول لك عليها، زي ما في واحد صاحبنا كده كل شوية منزل منشور على فيسبوك يقول لك ايه لحم ولاد استيراد، لحم ولاد استيراد انت تفهمها على طول ان هو ابن استيراد على طول، فطبعا ده نوع من الغش. هو كله لحم ولاد استيراد يا جماعة، لكن هو الفرق في ايه؟ هل ده ولاد الاستيراد اللي هم جايين من الشركة السنة دي ولاد مباشر؟ لا، ده احفاد احفاد احفاد. اللحم عندنا بقاله حوالي 20 سنة شغال، اللحم اللي في مصر ده الا اذا كان حد جايب قص او قصين وهو جاي ودفع فيهم دم قلبه عشان يجيبهم ويبقى ده فعلا اللي هو ولاد الاستيراد. هو كله اهو كله ده لحم كل ولاد استيراد، بس الفكرة ان هو عندنا من 20 سنة في مصر شغال من 20 سنة، هي دي الفكرة. يعني انا لما ببيع او انت او اي حد بيبيع قص لحم زي ده كده ب 400 جنيه بيطلع لك فيه اللي بيشتري القطط الفاطسة، عايز رجلين مفيش فيها زفارة ريش، عايز حجم ممتاز، عايز سرعة في الانتاج، يقول لك بيلحم على كام يوم، وعايز الجفن وردي وعايز الرجلين وردي او احمر، كل المواصفات دي بيهتم بيها، مش بالحجم الحمامة بس وبالإنتاجها، لا عايز كل المواصفات بال 400 جنيه اللي هو بياخدهم دي. يبقى تهجين الحمامة مش بالسهولة دي، ان انت اتعملت كده لحم سيلفر من مفيش بدل ما تشتري، لا مش بالسهولة دي يا جماعة. والله النصيحة اللي انا بقولها لك، لو انت عارف ان القص ده حد جايب من الكويت وهو جاي، او حد جايبه من الخارج فعلا، ولاد الحمامة الفرنسية الاصلية، ولاد الحمام المختوم، اشتريه بأي فلوس، حتى لو غالي شويه هتشتري قص واحد زي ده وهتعمل منه سلاله، انت هتعمل منه سلاله ازاي؟ المهم ان انت ما تسيبش القص ده باي ثمن، اشتريه باي ثمن فانت هتعمل منه سلاله وهتستفاد منه وهتستفاد من العلم اللي العلماء الفرنسيين دول قعدوا يشتغلوا فيه سنين طويله لحد ما توصلهم للسلاله اللي انت بتاخدها على الجاهز دي. هو ده الثمن، هو ده الثمن اللي انت بتدفعه، انت بتدفع كتير عشان بتاخد تعب السنين اللي هو عمله لك ده، لان انت مهما تكون خبره في التهجين مش هتوصل للمواصفات اللي هم عملوها. زي ما قلت لك الموضوع فيه ايه علماء، مش هتوصل للمواصفات دي ابدا. ايه الفرق بقى بين الحمامه دي والحمامه الثانيه؟ الحمامه دي مفيش مره هتطلع لك حمامه بيضة او زغلول ابيض او هتطلع لك زغلول زاجل زي ما اللي انت مهجنه هيعمل، دي مش هتطلع حاجه من دي ابدا. وده هيحصل اكيد مع الحمامه الثانيه اللي انت مهجنه، هتطلع لك مره للاهالي. النصيحه ايه؟ ما تشتريش حمام سلاله. انت عايز تعمل سلاله، لو هتعمل دبيح اشتري من التاني، لو انت هتذبح وتاكل منه مفيش مشكله. النصيحه ايه بقى؟ ما تشتريش حمام سلاله بيور الا من حد مربي في سلكات، او ان يكون مفيش عنده حمام سايب، او يكون مربي حمام سايب، طب يكون مربي حمام سايب لوحده يعني شائف كده، ما تشتريش من ده. سايب لاحم مع زاجل كده ما تشتريش منه، وهقول لك السبب. انا قلته كتير، انا مربي السايب ده عشان هو شبابات، وقت التزاوج بسكنه هنا، بكون باتل في السلكات وسكن في السلكات مكانه، عشان كده بضمن ان عدم التهجين، مفيش ذكر زاجل يتجوز نتاية لاحم او نتاية لاحم تتجوز ذكر زاجل، مفيش الكلام ده. اول ما بيوصلوا لمرحلة التزاوج بسكنهم هنا، ده عشان اضمن السلالة، لان انا ببيع. لو انا بعمل ان انا اكل لنفسي، لو انا هاكل انا الحمام الزغاليل بتاعته ما فيش عندي مشكلة اجوز زي ما انت عايز. هتلاقي مثلا واحد بيصفي الحمام يقول لك انا عندي 4 جواز كينج و4 جواز رومي و4 جواز لاحم، ما شاء الله انواع كويسة، ويقول لك انا عندي الحمام ده بقاله 5 سنين ومربيع السايب مع بعضه. انت تفرح بالسعر، تجري تشتري المجموعة على بعضها وتقول انا شاري انواع لاحم بيور. هي الانواع كانت بيور، وانت ممكن تشوف فيها الكلام ده، هتشوف فيها البيور وهتشوف فيها المخلط، هتيجي تقول له يقول لك اصل انا كنت بذبح منهم. طبعا ده مش هيكون، ما تضمنش ابدا انه يكون بيور، لانه
متجوز من بعضه كذا سنة وإنتاجهم رباهم وسابهم على بعض، إلا إذا كان هو معلم الأصول بتاعتهم بعلامات معينة تكون هي دي البيور فعلا اللي هي متعلمة بالعلامات دي، لكن غير كده مش هيكونوا بيور. هتشتريهم إمتى اللي هم مربيهم صاحبنا على السايب دول؟ إذا كنت إنت هتاكل منهم بس، مش هتبيع منهم يعني، أو هتعمل منهم سلالة وتقول ده البيور، مش هيبقى البيور اللي كان متربي مخلط على بعضه ده يا جماعة. هنرجع تاني للحمام السلفر الأصلي البيور، يعني القص ده مثلا، ده اللي هو أنا متأكد لأن صاحبه جايبه من الكويت، لما رحت أشتري القص ده أو القصين اللي أنا اشتريتهم لقيت إن هو مربي الحمام ده في أوضة لوحدها، آه متربع سايب لكن في أوضة مفيش فيها أي حمامة تانية عشان أضمن إن هو ما تخلطش بحمام تاني. وانا عارف ان الراجل ده كان مسافر في الكويت وجايب الحمام ده من الكويت وهو جاي. طيب ميزته بقى يتميز في ايه عن الحمام التاني؟ الميزة بقى يا سيدي ان الحمام ده اقسم بالله زي ما بقولك كده، وانتوا عارفين ان انا ما بجذبش عليكم وانا ما ببيعش منه لسه، انا لسه ما عنديش للبيع، لكن بنصح الناس عشان ما حدش ينصب عليك ويقولك ان هو هو الحمام. الحمام ده يعني مثلا هو راقد على بيضة، انا سيب له البيض بتاعه دلوقتي، وقت ما البيض ده هيكون مثلا الزغيف فقست وبقت عمر 12 يوم او حاجه زي كده او 15 يوم ما بحسبلوش بالظبط، هتلاقي معاه بيض تاني في الطاجن التاني ده هتلاقيه باض فيه، تمام كده. بقوم اعمل ايه؟ باخد البيض التاني واسيب له الزغاليل اللي هي هتبقى تحته دي. ليه باخد البيض؟ ليه باخد البيض؟ عشان اسيب ده يكبر الزغاليل اللي هي معاه، وفي نفس الوقت لما يكبر الزغاليل اللي هي معاه يبيض لي بيض تاني، هيكبر الزغاليل ويبيض لي بيض تاني بعد مثلا نقول 10 ايام كمان، لما اخد بيضه بعد 10 ايام هيبيض تاني، يبقى انا خدت منه 20 3 في المده دي، تمام. يبقى انت لو اشتريت قص اصلي وعندك فكره عن التحضين هتحضن وتعمل منه مزرعه حمام لحم. اشتري القص الغالي وهتبيع غالي، لما تشتري قص غالي هتعرف تبيع كويس وهتبيع غالي، اللي عندك ثقه في نفسك، وبلاش تشتري الرخيص لو انت عايز تعمل سلاله كويسه. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.